السلام عليكم طلاب كلية المصطفى الجامعة، قسم هندسة تقنيات البناء والإنشاءات المرحلة الأولى، مادة الرياضيات، محدثكم أستاذ عياد. استكمالا لمحاضرتنا السابقة في المشتقة، اليوم عندنا مشتقة الدوال الزائدية اللي هي الهايبربوليك فاكشن. عندنا من ضمن مشتقات الدوال الزائدية دالة السانش اكس أو شاين اكس، او نقدر نسميها ساين هايبربوليك فاكشن. شنو مشتقته؟ مشتقته هي كوشاين الاكس في مشتقة الزاوية. عندي الدالة الاخرى كوشاين الاكس او كوساين هايبربوليك، مشتقته هو شاين في مشتقة الزاوية. عندك لو تلاحظون طلاب، احنا دزينا فولدر بي دي اف بالمحاضرة، كان موجود في مشتقة الساين والكوشاين، غير موجود في مشتقة الزاوية، فحاولوا تضيفوها، رجاء نضيفوها انه كوشاين اكس في مشتقة الزاوية، وايضا الدالة الثانية تكون شاين في مشتقة الزاوية، ضيفوا لنا كلمة في مشتقة الزاوية. ثلاثة، عندي دالة تانش الاكس يساوي لي سيكنت تربيع الاكس في مشتقة الزاوية، او ساش تربيع الاكس في مشتقة الزاوية، في دي يو على دي اكس او دي اكس على دي اكس. احنا حسب اللي كاتبين هنا، كاتبين احنا اكس الزاوية، ففي مشتقة الزاوية دي اكس على دي اكس، ممكن نكتبها يو يعني، فنقول دي يو على دي اكس. عندي مشتقة الكوساش الاكس يساوي لي سالب كوساش الاكس في كوتاش الاكس في مشتقة الزاوية. خمسة، عندي مشتقة الساش الاكس يساوي لي سالب ساش الاكس في تانش الاكس في مشتقة الزاوية. وعندي ستة، كوتاش الاكس يساوي لي سالب كوساش تربيع الاكس في مشتقة الزاوية. عندي موضوع اخر اللي هو انفيرس هايبربوليك فاكشن، اللي هو مشتقة معكوس الدالة الزائدية. مشتقة معكوس الدالة الزائدية، عندي مشتقة السانش انفيرس اليو. هنا شوف، هنا عبرت عن الزاوية باليو، فهي مجرد رموز، ممكن اكس او يو، مجرد للتوضيح. فنقول في مشتقة الزاوية دي يو على دي اكس، فعندي اول شيء سانش انفيرس او اس سالب واحد، هذا تعبير عن الانفيرس، اس سالب واحد. اليو يساوي لي واحد على جذر واحد زائد يو تربيع في دي يو على دي اكس. اثنين، عندي كوشاين انفيرس اليو، مشتقته هو واحد على جذر يو تربيع ناقص واحد في دي يو على دي اكس، وهنا شرط ان يكون اليو عندي اكبر من واحد. عندي الدالة الثالثة تانش انفيرس اليو يساوي لي واحد على واحد ناقص يو تربيع في دي يو على دي اكس، وهنا مطلق يو اصغر يكون لازم من واحد. اربعة، عندي دالة كوتاش انفيرس اليو يساوي لي واحد على واحد ناقص يو تربيع في الدي يو على دي اكس، مطلق اليو يكون اكبر من واحد. عندي ايضا الساش انفيرس اليو يساوي لي سالب واحد على اليو في جذر واحد ناقص يو تربيع في الدي يو على دي اكس، وهنا اليو يكون بين قيمتين، اما اصغر من واحد او اكبر من الصفر. وعندي الدالة الاخيرة السادسة هي كوساش انفيرس اليو يساوي لي سالب واحد على مطلق اليو في جذر واحد زائد يو تربيع في الدي يو على دي اكس، وهنا اليو لازم ما يساوي انه صفر، لا يساوي صفر. ناخذ امثلة على المشتقات الدوال الزائدية ومعكوس الدوال الزائدية. عندي مثال يقول لك جد مشتقة كوشاين اكس تكعيب او اكس مرفوع القوة ثلاثة، شو يساوي لي؟ يساوي لي سانش بالمشتقة الكوشاين، هو سانش الاكس تكعيب في مشتقة الزاوية، هو
3 اكس تربيع، 3 اكس تربيع. مثال اخر، جد مشتقة اللين في زاوية تانشل اكس. طبعا مثل ما تعرفون مشتقة اللين هو مثل ما اخذنا في مشتقة اللين، هو شنو قانونه؟ مثلا انا قلت لين اليو شو يساوي لي؟ يساوي لي 1 على اليو في الدي يو على دي اكس، فاشتق بالنسبه لمشتقه اللين. لذلك راح شو يصير عندي؟ راح يصير عندي 1 على تانش الاكس في دي للتانش الاكس على دي اكس. فالتانش الاكس طبعا مشتقتها هو ساج تربيع الاكس، ينضرب في الواحد راح يصير ساج تربيع الاكس في على تانشل الاكس. مثال اخر عندي، جد مشتقه ساج شاين للتان انفيرس، للتان انفيرس في اي اس 2 اكس، في اي اس 2 اكس. الشاين شنو مشتقته؟ الشاين مشتقته كوشاين، الشاين راح يكون مشتقته كوشاين. طبعا الدالة تثبت التان انفيرس في اي اس 2 اكس عندي يثبت في مشتقة الزاوية، مشتقة الزاوية اللي هو التان انفيرس في اي اس 2 اكس. التان انفيرس اشتقاقه شنو؟ التان انفيرس يساوي لي طبعا مثل ما اخذنا سابقا في مشتقة معكوس الدالة المثلثية، اذا تتذكرونها تان انفيرس مثلا لليو او للاكس راح يساوي لي 1 على 1 زائد اكس تربيع، 1 على 1 زائد اكس اكس تربيع. طبعا في مشتقة الزاوية مالته اللي هي دي اكس على دي اكس، فهاي مشتقة التان انفيرس. لذلك انا ايش اقول؟ اقول مشتقة التان انفيرس في اي اس 2 اكس راح تكون عندي مشتقة الزاوية مالته اللي هو اي اس 2 اكس، وهاي دالة اسية، واخذنا احنا مشتقة الدالة الاسية شنو؟ يثبت الاي اس 2 اكس في مشتقة الاس في 2، فراح يصير عندي 2 في اي اس 2 اكس. ليش في البسط؟ لان احنا قلنا مشتقة التان انفيرس هو 1 على 1 زائد اكس تربيع، فهذا الاثنين اي اس 2 اكس راح ينضرب في الواحد راح يصير في البسط على المقام اللي هو قلنا يكون 1 زائد مثل ما تلاحظون هنا 1 زائد اكس تربيع. الاكس تربيع هي الزاوية اللي هو راح شي يكون راح يكون 1 زائد الاي اس 2 اكس الكل تربيع، راح يكون للكل تربيع. طبعا هنا راح يصير عندي 2 في اي اس 2 اكس على 1 زائد، وهنا راح يتربع الاس يصير 4 اكس تربيع. طبعا في من؟ في الكوشاين والزاوية مالت التان انفيرس الاي اس 2 اكس، واضحة. سؤال اخر، جد ساين والزاوية اكس تربيع زائدا 5، يريد المشتقة ايضا مالتها. طبعا هذا السؤال خاص بالدوال المثلثية، بس لا بأس نتطرق عليه. الساين هو مشتقته كوساين في الزاوية اكس تربيع زائدا 5 في مشتقة الزاوية راح تكون 2 اكس، 2 اكس. عندي سؤال اخر، عندي جد السيكند انفيرس، مشتقة السيكند انفيرس للزاوية كوساين الاكس، والسيكند انفيرس راح يكون مشتقته 1 طبعا 1 على كوساين الاكس مطلق كوساين الاكس في جذر كوساين الاكس تربيع ناقصا 1 في مشتقة الزاوية اللي هو ناقص ساين الاكس. الكوساين اكس هو مشتقته ناقص ساين الاكس. السيكند انفيرس هو 1
على مثلا إذا أخذنا سيكند مثلا لليو مثل ما أخذنا سابقا، سيكند انفيرس لليو هو واحد على مطلق اليو تحت الجذر يو تربيع ناقصا واحد، لذلك كان صار عندي الزاوية اللي هو اليو تربيع هنا يمثل لي كوساين الاكس تربيع ناقصا اكس ناقصا واحد. ناخذ أمثلة أخرى. عندي جد مشتقة الساش انفيرس في مشتقة الزاوية ساين اثنين الاكس، مشتقة طبعا الساش انفيرس هو سالب واحد على ساين اثنين الاكس اللي هو يمثل لي اليو، سالب واحد على اليو في جذر واحد ناقص اليو تربيع، فلذلك صار سالب واحد على ساين اثنين اكس في جذر واحد ناقص ساين تربيع 2x في مشتقة الزاوية اللي هي ساين 2x، ومشتقة الساين 2x مثل ما تعرفون ومر عندنا علينا سابقا هو 2 كوساين 2x، 2 كوساين 2x. إذا تلاحظ هنا بالمقام عندك راح ينزل سالب واحد على ساين 2x مثل ما تلاحظون هنا، وجذر واحد ناقص ساين تربيع 2x صار كوساين تربيع 2x حسب يا معادلة، إذا تتذكرون معادلة الجنرال اللي هي ساين تربيع الاكس زائدا كوساين تربيع الاكس يساوي واحد، وهنا خرج الساين تربيع صارت عندي كوساين تربيع الاكس يساوي لي واحد ناقص ساين تربيع الاكس، لذلك شال هاي من تحت الجذر وعوض مكانها كوساين تربيع الاكس. طبعا هنا بغض النظر انه اثنين صارت، يعني حتى لو اثنين احنا هو التربيع ما يشمل الواقع على الدالة المثلثية، فهنا عبارة عن اثنين اوكي، ساين تربيع اثنين اكس زائد كوساين اثنين تربيع اثنين اكس يساوي واحد نفس المعادلة في الجنرال، لذلك عوض مكان واحد ناقص ساين تربيع 2x مكانها شنو؟ كوساين تربيع 2x في مشتقة الزاوية اللي هي 2 كوساين 2x، لذلك 2 كوساين 2x راح تنظروا في السالب واحد راح يصير عندي سالب 2 كوساين 2x في البسط على المقام اللي هو ساين 2x، طبعا هنا كوساين تربيع الاكس راح يروح ويا الجذر يعني يطلع خارج الجذر لان تربيع، فيبقى عندي كوساين 2x، كوساين 2x مع كوساين 2x ينحذفون طبعا يحذف من البسط والمقام كوساين 2x، راح يبقى عندي سالب 2 على ساين 2x، سالب 2 على كوساين 2x، هذا هنا يفككها هو، يقول سالب 2 على كوساين او العفو على ساين 2x يفككها، يقول هاي باعتبار انه هي صايره سالب 2 في 1 على ساين 2 اكس، 1 على ساين 2 اكس مثل ما تعرفون هو عبارة عن كوساش او كوسيكند 2 اكس، 1 على ساين 2 اكس هو عبارة عن كوسيكند 2 اكس، هو راح ينضرب في السالب 2 اذا يطلع عندي هذا الناتج. عندي مشتقة أخرى y يساوي لي 3 e أس 2 x تربيع في لن ال x أس 4، طبعا أيضا هذا السؤال يخص الدالة الأسية ودالة مشتقة الدالة اللن، ولو تلاحظون هي حاصل ضرب دالتين، حاصل ضرب دالتين، فأجي أني طبعا أثبت الدالة الأولى، اقول الدالة الاولى في مشتقة الثانية اللي هي لن الاكس اس 4، ولن الاكس اس 4 احنا لن مشتقة اللي نعرفها هي واحد على اليو تربيع في ديو على دي اكس، لذلك راح يكون مشتقة الاكس اس 4 هي 4 اكس تربيع، راح تنظروا في الواحد تبقى 4 اكس تكعيب، يعني العفو مشتقة الاكس اس 4 هي عبارة عن 3 اكس 4 اكس تكعيب، تنظروا في الواحد تبقى عندي بالبسط 4 اكس تكعيب على اكس اس 4 زائد
زائد الدالة الثانية اللي هي لن الاكس اس 4 في مشتقة الأولى، مشتقة الأولى نشتقها كدالة أسية تثبت هاي 3 اي اس 2 اكس 7 مثل ما عرفنا، وفي مشتقة الأس اللي هي 4 اكس ما بيها شيء. نجي السؤال الآخر، عندي ساين انفيرس في زاوية مالته 3 على اكس وعلى المقام كوشاين انفيرس الاكس تربيع. طبعا هنا عندي بسط ومقام، لذلك راح شو تكون مشتقتها؟ قسمة دالتين، مشتقة قسمة دالتين، ومثل ما تعرفون قسمة الدالتين هي دالة المقام كوشاين انفيرس الاكس تربيع في مشتقة البسط، ومشتقة البسط هو ساين عندي انفيرس هو واحد على جذر واحد ناقص الزاوية 3 على اكس تربيع في مشتقة الزاوية. وهنا لو تلاحظ الزاوية 3 على اكس هم عبارة عن بسط ومقام، لذلك راح اشتق 3 على اكس ايضا على شكل بسط ومقام. فراح شو تصير عندي؟ راح يصير عندي البسط اكس في مشتقة المقام 3 اللي هي صفر صفر شنو ناقص ناقص المقام المقام في او البسط في مشتقة المقام، راح يصير عندي 3 في مشتقة المقام هو الاكس 1. فعلى اليمن على المقام تربيع على الاكس تربيع، طبعا هذا صفر، فراح يساوي لي سالب 3 على اكس تربيع، لذلك بقى عندي سالب 3 على اكس تربيع هاي الزاوية. زائدا طبعا نرجع الدالة الاصلية ككل، راح يكون عندي البسط في مشتقة المقام اللي هو كوشاين انفيرس الاكس تربيع اللي هو واحد على جذر واحد ناقصا اكس تربيع. زين هو عندي اكس تربيع، كل تربيع في مشتقة الزاوية اللي هو 2 اكس على المقام تربيع على المقام تربيع. عندي سؤال اخر، جد مشتقة 6 في تانش انفيرس في الزاوية 3 باي اكس، ايضا ما عندي بها مشكلة، 6 تثبت تانش الانفيرس هي 1 على 1 ناقصا الزاوية تربيع في مشتقة الزاوية هي 3 باي. عندي سؤال اخر، 2 اكس تربيع في لن كوشاين الاكس، طبعا مثل ما تلاحظون حاصل ضرب دالتين، من اريد اشتق اشتق باسم حاصل ضرب دالتين، فراح تكون عندي الدالة الاولى 2 اكس تربيع في مشتقة الثانية اللي هي بها لن، ونعرف شلون نشتقها، 1 على اليو تربيع في دي يو على دي اكس، وهنا راح يكون المقام يعني اللي هو على اليو اللي هو كوشاين الاكس في 1 على كوشاين الاكس هنا، طبعا هنا ما ناسين الاكس في الكوشاين شنو الاكس شنو اشتقاقه هو شاين الاكس، انظروا في الواحد فيكون في البسط شنو شاين الاكس على كوشاين الاكس، زائد الدالة الثانية اللي هي لين كوشاين الاكس في مشتقة الاولى 4 اكس. عندي سؤال اخر، اكس تربيع في كوتاش الاكس تكعيب، ايضا حاصل ضرب دالتين، ايضا حاصل ضرب دالتين واشتقها بصفة حاصل ضرب دالتين. عندي السؤال الاخير، ايضا عندي 3 شاين اي اس 3 اكس، اي اس 3 اكس طبعا 3 ثبتها، والسانش اي اس 3 اكس هو عبارة عن كوشان اي اس 3 اكس في مشتقة الزاوية، والزاوية هنا هي عبارة عن دالة اسية تثبت اي اس 3 اكس في مشتقة الاس 3. اللي هنا راح يكون اني عندي خلصت محاضرة اللي المحاضرة اللي خاصة باشتقاق الدالة الزائدية ومعكوس الدالة الزائدية. حتى ألتقيكم في محاضرة ببساطة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.